غدا في 7 صباحا تفتح أبواب الاقتراع وينتخب الإسرائيلي حزبه. ساعات تفصلنا عن يوم الحسم الانتخابي في إسرائيل. أشهر شهدت صراعات انتخابية حادة وتنافسا بين أبرز المرشحين. رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه رئيس حزب كحول لافان بيني غانتس. نتابع وإياكم الانتخابات الإسرائيلية لعام 2019. نرحب بكم في ساعات تغطيتنا الإخبارية حول انتخابات الكنيسة 21. وقبل أن نخوض في عمق هذا الملف، دعونا نشاهد هذا التقرير الذي أعددناه حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فلنتابع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولد عام 49 من القرن الماضي في مدينة تل أبيب، فيما ترعرع في مدينة القدس. عام 67 انضم لصفوف الجيش الإسرائيلي وخدم في وحدة القيادة العامة. درس لقب أول في موضوع الهندسة المعمارية ولقب ثاني في موضوع إدارة الأعمال والعلوم السياسية في الولايات المتحدة. بين عامي 84 و88 شغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة. عام 93 انتخب رئيسا لحزب اليكود، وبعدها ب3 سنوات أي عام 96 انتخب رئيسا للحكومة الإسرائيلية لأول مرة. في عام 2002 شغل بنيامين نتنياهو منصب وزير الخارجية الإسرائيلية، وبعد عام شغل منصب وزير المالية. أما في عام 2009 انتخب مرة أخرى لمنصب رئيس الحكومة، وما زال يشغل هذا المنصب حتى يومنا هذا. نتنياهو متهم في عدة قضايا فساد، أهمها القضية المسمى إعلاميا بالملف 1000 والمتعلقة بتلقيه هدايا ثمينة من رجل الأعمال أرون ميلتشن مقابل تسهيلات وصفقات تجارية. والملف 2000 ويتعلق بمساومة نتنياهو أرنون موزيس ناشر يدعوت أحرنوت للتضييق على صحيفة إسرائيل هيوم مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته. الملف 4000 ويشتبه فيه نتنياهو بدفع أعمال مالك شركة بيزك وموقع ولا الإلكتروني شاول ألوفيتش مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو وسياسته في ولا. في عهد نتنياهو تحديدا في عام 2011 تم عقد صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتعتبر من أكبر صفقات تبادل الأسرى. أيضا نجح نتنياهو في توطيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. ومؤخرا وقع ترامب على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو سيد رامي شموئيلي مرشح عن حزب كلان، ومرحبا بك معنا سيد. أهلا وسهلا. سيد طلب صنع عضو كنيسة سابق، مرحبا بك معنا. وسيدة تامي مولاد أحايو خبيرة الشؤون الحزبية، مرحبا بك معنا. أبدأ معك سيد رام فيما يتعلق بهذا التقرير الذي شاهدناه حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كل شيء يتمحور كما يقال في هذه الانتخابات حول نتنياهو. الحملة التي يحملها كحول لافان لربما هي حملة تغيير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن فيما يتعلق أيضا بحزب كولانو الذي انتشرت استطلاعات الرأي الأخيرة حوله بأنه سيحصل ما بين 4 إلى 5 مقاعد، ويذكر أنه يوجد كان خلاف سابق ما بين كحل وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأين تتجه الأمور؟ وصفت الأمر بشكل صحيح. الانتخابات نتنياهو بغانتس هذه ليست انتخابات، الانتخابات ليست ما يهم الشعب. بيبي وغانتس لم يتحدثوا عن برامج حزب كولانو برئاسة كحلون. قسم ما فعله في 4 سنوات الماضية وما يريد أن يفعله في السنوات 4 الماضية، ودوما نعمل لأجل جميع الأنواع المجتمعات ولكافة طبقات شرائح المجتمع. هذا الحزب ليس حزبا وسطي ينتمي إلى قطاع معين، وإنما ينتمي للشعب وغير منحاز. ولذلك نحن نحاول أن نشرح دوما طول الوقت. أنا كرجل أمن ككولونيل في الجيش الإسرائيلي سنوات طويلة في الجيش أقول أن الخطر الأكبر على إسرائيل إذا كان قائما هو المسألة الاجتماعية، والأساس في الانتخابات هذه يجب أن يكون الأمني
لن يكون يجب أن لا يكون الأمني وإنما الاجتماعي التربوي. وأستطيع أن أتحدث من اليوم إلى الغد عن لبنان سوريا والأخطار الأمنية، ولكن كحزب كلانو يضع أجندة اجتماعية منظمة، ما فعلته وماذا سيفعله في لبنان؟ أستطيع أن أرى ذلك في المجتمع العربي. التقيت أمس مع رؤساء مجالس عربية، رئيس البلدية عرسان راسين، رئيس مجلس إلابون، التقيتهم أمس، ولكن أقوم بذلك دوما. نستخرج مخططات هيكلية، مسألة التربية والتعليم، مسألة الطفولة المبكرة، كل هذه الأمور مهمة لجميع سكان دولة إسرائيل، ولكن المجتمع العربي هي أهم بالذات، ويجب أن نستثمر الميزانيات الأكبر. في السنة الماضية استثمر أبو شيك أهلون 15 مليار دولار، وهذا غير كافي. فقط بمسألة المخططات الهيكلية في المجتمع العربي يجب الكثير ما أن يتم عمله، ولكنه الحزب الوحيد الذي يتحدث عن ذلك. نحن نتواجد في معركة انتخابية، ويحاولون أن يخبرونا عن بيبي وغانتس وعن الغواصات، والشعب يسأل ماذا ستفعلونه للمجتمع؟ هذا صحيح للمجتمع العربي والمجتمع اليهودي على حد سواء، لذلك الخطط أيضا مشابهة. سيطلب فيما يتعلق بهذه النقطة، عرضنا تقرير حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتمحور ملف الانتخابات حوله في نهاية المطاف. حتى الحملة التي يقودها كحول لافان، على الرغم من وجود نوع من البرامج لربما والحديث بشكل عام على الملفات السياسية، لأنه يتوجه بمفهوم واحد، ضرورة تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نعم، لأن هنالك قائد في معسكر اليمين، هنالك من يقود هذا المعسكر هو بنيامين نتنياهو، وهنالك إشكاليات حتى بروز بني غانتس وحلفائه من أجل قيادة المعسكر البديل. وعلى هذا الأساس نرى بأن الحملة الانتخابية حملة شخصية ومركزة في الأشخاص، وقضية حجب ثقة في هذا الشخص أو ذاك، ولكن في نهاية المطاف هي قضية من سيحصل على 61 من أجل التوصية أمام رئيس الحكومة، يا رئيس الدولة، لتشكيل الحكومة القادمة. وبرأيي بأنه تراكمت الآن عدة قضايا، إضافة لقضايا الفساد والقرار المستشار القضائي، وكل هذه الأمور بشكل تراكمي تجري الانتخابات في أسوأ وضع من طرف بنيامين نتنياهو. ولكن بالرغم من ذلك ولم يرفع يديه، لأن هنالك كما ذكر ضيفك الكريم، هنالك غياب في النقاش حول المشروع، حول المواضيع، حول البرامج، حول الرؤى. الكل يتحدث عن نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، لكن هذا غير مسموع في الانتخابات. الشيء الوحيد المسموع قضايا الفساد أو البلفون تبع غانتس أو إيران كانت هنا أو كانت هناك، ولكن هنالك أيضا دخل فض ومكشوف وعلني للولايات المتحدة في هذه الانتخابات، قضية الجولان، عشية الانتخابات والتوقيت وتدخل مباشر، وهنالك عدة عوامل برأيي يستثمرها نتنياهو لتجاوز هذه الانتخابات. إسرائيل في مفترق طرق مهم في هذه الانتخابات، ولكن أنا برأيي بأن العد التنازلي لبنيامين نتنياهو وهو يدرك ذلك قد بدأ. هذه الانتخابات مصيرية، إذا كان سينجح، إذا سيكون هناك القانون الفرنسي، إذا هنالك سيحظى بحصانة لتلافي التحقيق. إذا القضية ليست فقط قضية سياسية أو برنامج سياسي، هو برنامج هذه الانتخابات شخصية ومصيرية لبنيامين نتنياهو. نعم سيد التامي، أنتقل إليك. قد يكون هذا مصير أيضا بالنسبة لليمين في إسرائيل أو لمعسكر اليمين في إسرائيل، حتى بالنسبة لليكود أيضا، ونتنياهو خرج مرارا وتكرارا الآن يتحدث بلهجة واضحة، صوتوا لليكود، من يريد معسكر اليمين فليصوت لليكود. نعم. هذا مثير ما حدث، يمكن أن نقول أنه إلى حد ما فإن نتنياهو يقوم بالقضاء بنوع معين على معسكره، من ناحية اهتم بأن يضعف كلانو وكاهن وأدخل اليمين المتوسط، اليمين المتطرف إلى الائتلاف، ولكن يأتي ويقول أن هذه الأحزاب مهمة، ولكن للحظة بعد ذلك بعد أن جلس الجميع في المقاعد التي حضرها لهم في الغرفة يبدأ بطرد في الخارج. ولكن يجب أن نذكر في نهاية المطاف ليس الليكود المهم وإنما نتنياهو. ما كان يجب أن تتم الانتخابات الآن، من بكر الانتخابات إلى نيسان أبريل الآن كان نتنياهو بذاته، والذي على ما يبدو ينبع ذلك من حسابات داخلية وحسابات خاصة بالنسبة لجلسة الاستماع بما يخص ملفات الفساد ضده، وكان يرغب بأن يصل الانتخابات قبل أن يكون هناك مقولة أو رأي للمستشار القضائي الحكومة. هذا لم ينجح إلى هذا الحد، لكي نعرف أن لمن نصوت
وما هو المطروح الآن؟ أعتقد أن طلب الصانع محق أنه بدأ العدد النازلي لنتنياهو بهذا المفهوم، أنه ما إن يبدأ زعيم حزب بخلط بين مصلحته الخاصة ومصلحة الدولة أولا وقبل كل شيء، ويقوم بالقضاء على حزبه عمليا. وإذا نظرنا إلى حالة الليكود اليوم نرى أن الليكود في حالة تفكك صعبة، كل الأشخاص الأيديولوجيين ذوي الأيديولوجية والرأي والرؤية يخرجون من الليكود، والليكود هو حزب مهم. لا أملك نفس الأفكار كالليكود، ولكن الليكود هو حزب مهم في الرأي العام الإسرائيلي. كان لديها أيضا أيديولوجية بشؤون اجتماعية ومدنية واقتصادية. اليوم لم يعد هناك ليكود، يوجد نتنياهو وملفات نتنياهو وحالة نتنياهو وبنيامين نتنياهو فقط. الليكود الحقيقي هو كولانو، كان وسيبقى حاليا. كولانو تكمل الليكود الحقيقي في الجانب الاجتماعي. أعتقد أن كلنا نريد أن نسمع ذلك بهذا الشكل. حتى حزب كولانو الذي كان من المتوقع أن يكون حزب اجتماعي، هو لم يطرح نفسه حزب يمين واجتماعي، لأنه اليمين أصبح يعني جزء من الموضة، أنه يمين جديد ويمين قوي ويمين. حزب كولانو بدل أن يقول يمين اجتماعي وقيمي يقول يمين عاقل، وأنا عارف وكأنه الآخرين مجنون، ولم يتطرق للبعد الاجتماعي، بالرغم أنه هاي التذكرة اللي لازم يجي عليها للناخب، قضية الاجتماعية. لا يوجد يعني أورلا بوكسيس وكولانو الحزبين اللي بحاولوا يطرحوا القضايا الاجتماعية، ولكن في الحمل الدعائي هذا الجانب مغيب. حميف تيرو الأحزاب العربية لا تعرض برامجها وطروحاتها للمجتمع العربي، تعرض شؤونا ترتبط بالسلطة الفلسطينية. لو كنت عربيا ولست عربيا كنت أبحث ماذا تفعلونه لأجلي، عاد عن ذلك ماذا فعلتموه لأجلي في السنوات الأربع الماضية؟ لم يفعلوا أي شيء. وأعتقد وأقول أنه لدينا في حزب كلان يوجد مكان لأشخاص غير يهود كأكرم حسون، وآمل أن يكون هناك أيضا أشخاص المسلمين في الحكومة، وحين بالفعل يمكن تحقيق تغيير. الآن يوجد فقط في حزب كولانو يوجد شخصيات من المجتمع اليهودي والمجتمع العربي تعمل لأجل الجميع. صديقي طلب الصانع ربما لن يقر بذلك، ولكني لم أرى ما فعلته الأحزاب العربية لأجل الخطط الهيكلية لأجل الأطفال. أدخل إلى المدارس العربية يقولون لي حسن على هذا وحسن على هذا، هذا غير كافي، ولكن هذا مثير. كم من العمل يتم في المجتمع العربي بالأخص عندما يوجد حزب اجتماعي يميني موجود في الحكومة؟ على فكرة سيكون هذا الحزب أيضا في الحكومة المقبلة. وإذا كنتم أنتم كمجتمع عربي تريدون أن تتموا وأن تواصل تنمية وتطوير المخططات، يجب أن تتموا أن يكون كلانو كبيرة جدا ولا تكون زهود كبيرة لهذا الحد. لأنه ماذا سيحدث في حال لا نجح؟ سيكون هناك وزير مالية من الزهود، وسيكون وزير تربية منهم. فقط أريد أن أقول أن يوجد نوعا من البلبلة. قبل كل شيء نوضح الأمور، أعضاء الكنيسة العرب من الأحزاب العربية الذين أساس نشاطهم في الكنيسة في المجالس النواب الأخيرة كان بشؤون اجتماعية لكافة المواطنين، وتقريبا لم يهتموا بشؤون محددة. لا يوجد لديهم أموال، وإنما من منطلق رؤية مجتمعي إسرائيلي ينظرون لإسرائيل العربي في إسرائيل كعربي، وإنما يجب أن ينظروا إليه كإسرائيلي. كل الأحزاب تنظر إلى العربي، طالما تنظر إلى العربي كعربي وليس كإسرائيل ستزداد الفجوات. ما إن كف عن النظر إلى قلنسوة على رأس هذا الرجل أو هناك، يجب أن ننظر إلى الجميع المواطنين كمواطنين متساوي القوانين. حينها في حال يكون حزب كهذا يستطيع حزب أن يخلق بالفعل الاجتماعي بإسرائيل. يعني لا شك أنه أنا أستطيع أن أقول بأنه وزير الاقتصاد ووزير المالية كان له توجه إيجابي، ولا مجال للمقارنة بين حزب زهوت وبين حزب كلنا. ولكن يجب أن تذكر أنه الأحزاب العربية في المعارضة، والأحزاب العربية وأعضاء الكنيسة العرب كل جهدهم 90% بغض النظر عن شو الإعلام بيحكي كله لقضايا الوسط العربي، لكن المركز يسارا لن يصل إلى الحكم إلا إذا أدرك أنه يجب إقامة شراكة
حقيقية مع العرب، ليس ككتلة مانعة، ليس وانت ودنا اياك اهلا وسهلا ما بدنا اياك مع السلامة، انما شركاء في القرار وشركاء في الحكم، وهذا هو التغيير المطلوب. ايضا لحظة سيد إيرام، انتقل اليك من جديد سيدة تامي. نتنياهو في نهاية المطاف هو رأس الحربة في الليكود، والليكود في نهاية المطاف تمسك به وأراده أن يكون أيضا رأس حربة. إلى أي مدى سيؤثر هذا على حزب الليكود بشكل عام، خصوصا في خضم ملفات الفساد التي تحوم حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنه وكما يقول البعض أنجز ملفات سياسية تتعلق بإسرائيل على مستويات عدة خصوصا في الأشهر الأخيرة؟ أعتقد أن الليكود الحزب موجود في مشكلة ورطة كبيرة، لأنه ما إن يضطر نتنياهو للرحيل وسيضطر للرحيل في أي مرحلة ما، ويرجح أنه سيكون أسرع مما كان يرغب بذلك، ما يتركه وراه هو أرض محروقة. هو أخرج كل الأشخاص الذين لديهم فرصة أن يقودوا الليكود وأن يجلب أشخاص جدد وأن يضعوا أسسا لفكرية لنشاط الحزبي، أخرجهم وإنما أعاد فقط من كان مستعد لأن يمشي بحسب خطاه كجدعون سار وأن يرغب بأن يتصرف بشكل صحيح. عمليا هو يهتم بألا يكون وراءه جيل كامل. القائد الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينمي خلفه وبعده قيادات جديدة. الأحزاب الإسرائيلية الأخيرة في السنوات الأخيرة ترتكب نفس الخطأ ونفس الخطيئة، أنها لا تلمي قيادات جديدة بعدها. وإذا كان نتنياهو واثق من نفسه إلى هذا الحد، لما كان بحاجة أن يقضي على الجميع، الحديث عن القضاء السياسي، أن الليكود موجود اليوم في ورطة كبيرة، ونرى ذلك في الميدان. إذا نظرت اليوم ووصلت إلى الفروع الليكود الحزبية في البلدات شتى، ترى أنه تقريبا يوجد نشاط، ومن يقوم بأي فعل بأي نشاط يقوم بذلك مقابل دفع مبلغ معين، لأن الحزب يجب أن يعتمد على ناشطين يتطوعون لذلك. الليكود كان فيما مضى حزبا قويا جدا، وعملية نتنياهو نجح بالقضاء عليها تقريبا بشكل كامل. سيد رام، كحلون قال قبل فترة من الزمن بأنه سيوصي بأن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حكومة. انتبه ما يجري هنا من جديد. في النصف ساعة الأخيرة نحن نستثمر بين بين نتنياهو وغانس، لأن عملية تسألني لماذا ليس غانس. دعونا نتحدث عن الحياة. نعم، إذا لم تنتبه أن كتلة اليمين ستقيم وتشكل الحكومة المقبلة، احسب حساباتك وسترى أنه لا أي احتمال آخر. إذا كنا نتحدث عن اليهود، لماذا لا تضمون العرب إلى الأحزاب؟ أريد أن أقول للعرب أمر شائع، لماذا أنتم ليستم أعضاء في هذه الأحزاب؟ إذا كنتم ترغبون بالتأثير الأحزاب في العربية هي أمر جيد، هذا انتماء صحيح جيد، ولكن لكي تؤثر يجب أن تكونوا جزءا من الأحزاب اليهودية. انظروا إلى أشقائنا اليهود، هم يؤثرون ويهتموا بالقرى وبلداتهم، لذلك فإن سؤالك هو سؤال بالنسبة للأرقام. تستطيع أن تحسب الأرقام بحسب ترى وسترى أن كل هذا يستكون 65 مقعدا. إذا لم يكن لدى كحلون 6 أو 7 لن يكون وزير مالية. كل مخططاتكم في القرى والبلدات ستوقف، لأن سموتريتش سيتحول لوزير التربية وسيكون الأمر قطاعي جدا. نعرف كيف يصوتون في البلدات العربية، يوجد تسوية، يوجد مساواة، ويوجد الكثير من الشؤون. أنصحكم وتقسيم معي، أقول لكم اخرجوا للصندوق للتصويت لكحلون لأنه تصويت مضمون. دعونا لا نتطرق إلى قضية من سيصوت لمن، تحولت القضية إلى حملة دعائية انتخابية. أنا برأيي أنه كمان هذا الحديث بدل على الأزمة، ليس فقط بداخل الليكود، الأزمة بداخل معسكر اليمين، هذا المعسكر الذي لا يرى بنفسه قائد أو بديل لنتنياهو، ويرى بشكل تلقائي بأنه نتنياهو بالرغم من كل الفساد وبالرغم من كل قرار المستشار القضائي ممثل كحلون يقول بأنه لا بديل إلا عن نتنياهو. هل لماذا لا يفكر بأنه قد إمكانية تشكيل حكومة مع بيني غانتس؟ لماذا لا يفكر إدخال العرب كشركاء بإئتلاف أو كتلة مانعة كما كان في عهد رابين؟ هم مواطنين، هم شرعيين، هم منتخبين، وهذه الرؤية التي تحاول إلغاء هي ذات بعد يعني عنصري وهو أمر مرفوض. حان الوقت للنظر المواطن العربي وعضو الكنيسة العربي كشريك شرعي كما هو اليهودي، ليس بحاجة إلى أوصياء فقط إذا صوتنا ليهودي شرعي وإذا صوتنا العربي غير شرعي، هذا أمر يعني مرفوض. لكن ما أريد أن أقوله بأنه وأنا أوافق مع ضيفتك بأنه ليس فقط حزب الليكود في أزمة بعد نتنياهو، اليمين في أزمة، اليمين لا يوجد قيادة بديلة لنتنياهو، كلهم يعني
بصفقه سحيجي عند نتنياهو، وهذه الإشكالية. الأمر الثاني، لو كانت هنالك أحزاب جديدة، يعني أنا كنت أتوقع من حزب كلنا، نحن ملتزمين لبرنامج، نحن لسنا ملتزمين لنتنياهو أو ملتزمين لغانتس، أن يكون هنالك حزب له عمود فقري أو الأحزاب الأخرى، أن لا تكون بشكل تلقائي في جيبة نتنياهو، وما يقع على نتنياهو يقع على هذه الأحزاب. على هذا الأساس أنا لا أرى بأنه بمضمون ومفهوم نتنياهو سيكون رئيس الحكومة. الذي يحدث هو الجو العام، الحماس في داخل الليكود، في داخل يمين، نتيجة لوجودهم بالسلطة مدة طويلة، بنتيجة لحالة الفساد. نعم. هنالك غياب للرغبة في التغيير الموجودة في الأحزاب البديلة. وعلى هذا الأساس أنا أتوقع أنه ستكون هنالك مفاجأة، وأن معسكر المركز يسارا سيكون هو الأغلبية، وهو الذي سيشكل الحكومة، الذي سيؤثر في هذه الانتخابات. ليس من يشارك بل من لا يشارك، بمعنى الذين يغيبوا ولا يشاركوا هم الذين سيحسموا الانتخابات. الذي سيقرر ليس الأحزاب التي تنتخب، إنما الأحزاب التي لن تتجاوز نسبة الحسم، هي التي ستقرر أي ائتلاف يكون. طيب، في البطل القادمة. لتذكير سيد طلب، لا يمكننا أن نتحدث للجمهور، ممنوع حتى فيما يتعلق بوسائل الإعلام بأن نتوجه للجمهور بالتصويت لفلان أو علان فيما يتعلق بالأحزاب الإسرائيلية. سأعود إليك سيد رام. سيدة تامي، أنتقل إليك من جديد، هل مطروحة فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود ومع حزب كحول لافان؟ في الحقيقة أنه في السياسة الإسرائيلية كل شيء محتمل، بل أكثر من ذلك يجب أن نقول أن كحول لافان قالوا أيضا لا يوجد لديهم أي مشكلة في توجه الليكود، ولا أن يجلسوا مع الليكود في حكومة وحدة وطنية، ولكن لديهم مشكلة مع نتنياهو بسبب حالته ووضعه القضائي. ما إن يستقيل نتنياهو لا يوجد لديهم أي مشكلة بأن يقيموا حكومة وحدة وطنية. لا يوجد يمين أو يسار بالفعل في الانتخابات الإسرائيلية، لا يوجد بالفعل لا يوجد فروقات كبيرة بين اليمين واليسار. نرى أن إحدى المشاكل الأساسية لدى الجمهور في إسرائيل هو أنه لا يوجد اليوم خطاب أيديولوجي فكري، هذا يعني أنه تقريبا واختفت الأيديولوجية. الفرق بين اليمين واليسار ليس من يقوم بتقسيم القدس أو من يقدم الحقوق للمواطنين العرب أو المواطنين الأثيوبيين أو مواطنين الضواحي. الفروقات بين اليمين واليسار أعمق بكثير، ولكنها أسهل في شأن معين، أسهل بالمفهوم الاقتصادي. إلى أي مدى يجب أن تتدخل الدولة بحياة المواطنين؟ السؤال الآخر هو هل الدولة ملتزمة لكافة مواطنيها بشكل متساوي، أي قيم المساواة الديمقراطية؟ وهذا هو النقاش الذي يقول للجميع ماذا الكل يخاف، لأننا نظرنا إلى حزب كحول لافان والذي يترأسه جنرالات يأتون من الجيش مع منظور عسكري، ونظرنا إلى الجانب الآخر من أحزاب يمين أخرى ينظر رؤساء وزعماءها إلى الله، إلى كالحاكم الأعلى، كالأحزاب الدينية أو أحزاب مستعدة أن تمضي وتسير مع شخص يتواجد في عمليات إجراءات قضائية، لأنه يبدو لهم وكأنه أفضل من غيره، وليس مفهوما لماذا، ولا أفهم لماذا يفضلون غانتس ولماذا يفضلون نتنياهو، لأنه ظاهريا لا أحد يعرض أي شيء مختلف عن الآخر، لذلك لا يوجد فروق فعلية. طالما أن المجتمع الإسرائيلي لا يدير النقاش الحقيقي الذي يجب أن يديره بعد 70 عاما من قيام دولة إسرائيل، أي نوع من الديمقراطية التي نريدها، ولا أي مدى الدولة مسؤولة عن مواطنيها، مسؤولة عن جميع مواطنيها، أو مسؤولة عن الأغنياء فقط، أو عن اليهود أو أولئك الذين يقتلون في المركز فقط. تتواصل الأحزاب بالتفكك، وطالما تتواصل الأحزاب بالتفكك ستتفكك الديمقراطية أكثر وأكثر، لأن أحد المشاكل الأساسية صحيح أن الأحزاب التي تتمر نسبة الحسم هي التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة ورئيس الحكومة المقبل، ولكن أكثر من ذلك، طالما كان لدينا أكثر أحزاب صغيرة، حينها القدرة على ابتزاز من يجلس على رأس الائتلاف يكبر. أيا كان رئيس الحكومة في حال يستطيع أن يضمن أو يعد بأموال وميزانيات للمجتمع العربي أو المجتمع الدرزي أو للمجتمع الأثيوبي أو لأمهات أحادية الوالدين
والدين، ولكن لحظة بعد الانتخابات حزب صغير ذو أجندة مختلفة يأتي ويطالب بالأموال المخصصة لهذه الأهداف. كل الأوعاد الانتخابية ستتبلاشى ولن يكون أي تأثير، وذين يأتي الناس ويقولون كل ما يعدون به قبل الانتخابات غير مهم. هم محقون لأنهم لكنهم لا يأخذون بالحسبان أنه بالتصويت لهؤلاء الأحزاب الصغيرة فإن المواطنين يسمحون بهذا الابتزاز بعد الانتخابات. سيد رام بدقيقة لو سمحت، حتى دعوة نتنياهو للتصويت للليكود قد تكون سلاح ذو حدين، أي قد تؤثر سلبا أو إيجابا ربما على الأحزاب اليمينية الصغيرة، كيف يمكن أن نقرأ ذلك باختضاب لو سمحت؟ لدي نصيحة لنا، دعونا نحن المواطنين في المجتمع العربي ابدأوا بالدخول والانضمام إلى أحزاب إنكا كولانو، هو حزب اجتماعي يهتم بالمجتمع. دعنا من هذا الموضوع موضوع الانتخاب الدعاية الانتخابية، وأقول انضموا لأحزاب تمضي مع الائتلاف. الأكثر الذي يتم اليوم أنكم دوما في المعارضة، دوما لا تؤثرون وتقولون العرب هم الجسم الحاسم. أقول لكم كونوا معنا، وإذا كنتم يمكن الحديث سيد رام عن التوجه للدعوة للجمهور لشخص لا يمكن نتحدث هنا ونسمح بأن يتم التوجه إلى الجمهور الإسرائيلي بالدعوة للتصويت لفلان وعلان كما ذكرت، سيطلب بثواني. يعني الإشكالية أنه لا يوجد برامج، يوجد قضية يمين، يمين معتدل، يمين متطرف. من هو اليمين؟ أصبح من هو ضد العرب هو يمين. سنكمل هذه النقطة. سيد طلب الصانع وسيد مقلوب غير مقبول. سيد طلب الصانع وسيد التامي ستبقون معي في هذه التغطية. سيد رامش مويل مرشع عن حزب كولانو، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج لفاصل قصير ونواصل هذه التغطية، فابقوا معنا.